كنت بتابع بصراحة جعفر العمدة. جعفر العمدة محمد سامي ولا عشان رمضان؟ عشان الاتنين، عشان الاتنين، وعشان الحدوتة لقيتها جديدة جدا. هي في الأول استغربتها، بس شوية استغربت الشكل، واستغربت سن رمضان، واستغربت، وأنا قلت الكلام ده لمحمد رمضان وقلت له محمد سامي، فاستغربت في الأول. ولكن سبب الاستغراب ده الديكورات وإنه مكبر محمد رمضان قوي، وبعدين واحدة واحدة لا أنا ما كنتش بفوت حلقة، فوتش كلمة. المسلسل ما شاء الله في مجهود، في تركيز، كل الناس اللي اشتغلت في المسلسل نجوم، توقع ان كل واحد اخد حقه. لا ما لا ما صعب صعب. يعني انا دايما مع محمد سامي بنلعب لعبة كل سنة، من ايام مثلا مسلسل البرنس، ممكن هو ذكر الحكايه دي مره في احدى البرامج، يعني قال انا وماجد المصري بنلعب لعبه دايما بعد نهايه الحلقه بنتكلم ايه الاخبار، الحلقه تحفه النهارده، طب ايه شايف ايه مثلا بكره، او شايف ايه اللي جاي. فاقول له انا متخيل مثلا ان رضوان هيعمل كذا، ففتحي هيرد عليه مش عارف ايه، فروجينا مش عارفه تعمل ايه، فبقول رايي خطوط، يعني لو انا اللي بكتب هكتب كده. فيقول لي ماشي تمام اللي انت بتقوله ده حلو قوي، بس قابل بقى، بص انا بقى بكره اعمل حاجه ثانيه خالص، بص عليها ونتكلم. فنتكلم، اقول له ايه اللي انت عامله ده، انا ما جاش في دماغي، يعني ما هي اختلافات في الراي، يعني عارف ازاي. السنه دي لا، محمد سامي رقصني، ما مش عارف، اتناقشت معاه في حاجات كتير بس ما عرفش اوصل لحاجه. ده يجاوب على حته الجدل اللي كان مصر على ان المسلسل هيتغير نهايته ولا لا؟ ما اعرفش. لا لا، كل ده ما يهمنيش، وكل ده في ايد المخرج، هو حر. احنا هل تتوقع ان هو ممكن يعمل كده؟ يعني اكيد فاهم شخصيته اكتر. لا انا ما اعرفش، بس هو محمد لو خطر في باله حاجه احلى هيعملها. ما شاء الله، النهارده لسه الحلقه ما اتعرضتش، ايه المشكله لو انا عايز ازود حاجه، اعدل حاجه، جات لي حاجه احلى وفي ايديا ان انا اصلحها، بصلحها او ازودها او الغيها، هو حر. طالما العمل لسه ما طلعش، يعني مش جاهز للمشاهده، فايه المشكله طالما حاجه الاصلح؟ لان فعلا المسلسل ما شاء الله عليه ناجح، ما نقدرش نتكلم غير انه ناجح. لا انا عايز اعرف بس محمد سامي اشطر في التاليف ولا اشطر في الاخراج؟ في الاثنين. محمد فنان عنده الكاريزما. اصل هي مشكله الكتابه مش انك تحكي حكايه، مشكلتي الكتابة مش انك تحكي حكاية، انك تضفر الشخصيات دي كلها وتوصلها للمشاهد ازاي، وتشد المشاهد ازاي، وتقفل الحلقة ازاي. يعني محمد السنة دي كل حلقة بتتقفل بتبقى انت عايز تقوم تكسر التلفزيون وقاعد على نار، صح ولا لا؟ وبتحافظ جدا على معاد الحلقة بكرة عشان عايز تعرف ايه. فدي لوحدها دي شطاره جدا. خلاص، في مؤلفين كتير جدا بيعملوا الحركه دي وكل حاجه اللي هي بالميزان خلاص كده، وفي مخرج بيحتاس يبقى مش عارف يقفل المسلسل فين، هو في المونتاج يقول لك ما عنديش قفله كويسه في الحلقه دي مثلا، يعني خلاص. فهو انا بقول ان محمد، لا محمد فنان متكامل، شاطر، فاهم، داخل جوه المواضيع قوي، بيشوف الشارع كويس قوي، بيشوف الناس كويس، بس محمد عشت عمر يعني. فهو لا، يعني بقول له مبروك، بقول له محمد رمضان مبروك، انت عملت السنة دي مسلسل لا جدال ان شاء الله.